عقد المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس عبد الله المحري جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي 13 وبحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوخي. الجلسة اعتمدت اجتماعات لجان المحافظات وأيضا اللجان الأخرى بالمجلس البلدية، كما تم انتخاب عضو لمكتب المجلس بالإضافة إلى اختيار 3 أعضاء للجنة المختارين. برئاسة عبد الله المحري وبحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عقدت الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي 13، وتناولت الجلسة مقترح سابق مقدم من رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري وعدد من بعض الأعضاء بنقل مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة العدلية السكنية إلى منطقة أخرى غير سكنية، حيث تمت إحالته للجهاز التنفيذي من أجل المزيد من الدراسة. كان في طلب في المجلس السابق على هذا الموضوع، وقريت الأوراق ولقيت أن الجهاز التنفيذي خاطب الهيئة وردت عليه على الجهاز التنفيذي، وأنا طلبت إحالته للجهاز التنفيذي لتقديم دراسة شافية وكافية عن هذا الموضوع، ومن ثم نتخذ إحنا القرار المناسب اللي يصب في مصلحة الموضوع نفسه. مرات الأمور بشكلها العام جميلة، لكن لما تدخل في التفاصيل تترتب عليها خسائر، خصوصا هذا الاتحاد الكويتي يمثل الدولة ويمثل اتحاد، يمثل لعبة مهمة جدا. طبعا الكل مهتم في هذا الموضوع، فنقله أو تحريكه أو إبقاءه يجب يكون مبني على دراسة جاية من الجهاز التنفيذي. وأيضا صادق المجلس على محضر الاجتماع الأول اللي تم فيه اختيار أعضاء اللجان بالإضافة إلى رؤساء اللجان ومقررين هذه اللجان، واليوم اخترنا أيضا زميلنا المهندس عبد اللطيف الدعي أيضا عضو في مكتب المجلس، وتم اختيار أيضا 3 أعضاء من المجلس في جلسة اليوم كأعضاء في لجنة المختارين. وبشكل عام يعني الجلسة كانت خفيفة، وإن شاء الله يعني في الجلسات القادمة هناك مواضيع كثيرة سوف يتم مناقشتها وعرضها على المجلس. ومن خلال الجلسة أيضا تم اختيار 3 أعضاء للجنة المختارين، فهد العبد الجادر وناصر الجدعان وعبد الله الهذال، هذا إلى جانب انتخاب عضو لمكتب المجلس البلدي حيث تم اختيار وتزكية عبد اللطيف الدعي. اليوم الحمد لله جلستنا كانت جلسة سلسة، تم اعتماد اجتماعات اللجان وتم مناقشة بعض الأمور المهمة، وأنا أحب أشكر أخواني الأعضاء على تزكيتهم لي أن أكون عضو مكتب المجلس البلدي، وإن شاء الله بإذن الله قدام يتم تنسيق أكثر وأكثر لعمل ما نقدر نعمله إن شاء الله لتحقيق مصالح الكويت إن شاء الله والدعم، ونمشي بمشاريعها إن شاء الله. الجلسة كانت سلسة وتناولت بنودها بشكل منظم، حيث تمت مصادقة اجتماعات اللجان سواء لجان المحافظات أو اللجان الأخرى بالمجلس البلدي بحثا عن المزيد من تحقيق الإنجازات في الشأن البلدي. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.